نتكلم برضو اكتر، او حضرتك تقول لنا اكتر رايك عن تجربه مجلس الشيوخ وانتخابات مجلس الشيوخ، كيف كانت في ظل جائحه كورونا؟ شوف هقول لحضرتك حاجه، يعني هي طبعا هي تجربه ناجحه، و يمكن في بعض الدول برضو، يمكن مش احنا لوحدنا اللي عملنا انتخابات في ذلك التوقيت، لكن ده استحقاق دستوري، يمكن ده من ضمن مسيره الاصلاح السياسي. لكن نجاح العمليه الانتخابيه سواء في مجلس الشيوخ وان شاء الله في مجلس النواب، ده يحسب للمواطن المصري رقم واحد، ويحسب للدوله وجاهزيتها في استقبال هذا الحدث. من وجهة نظرك أبرز الأحزاب والتيارات السياسية اللي وجودها هيفيد جدا مجلس النواب القادم؟ شوفوا حضرتك، يعني طبعا ده موضوع مهم جدا، ان احنا لو اتكلمنا على مجلس النواب بتشهد مصر حالة جديدة او نظام جديد في الانتخابات، وهو الانتخابات بالقائمة والفردي. العملية الأهم من كده ان في أيديولوجيات 12 حزب سياسي اندمجوا وقعدوا على ترابيزة واحدة، ومختلف الأيديولوجيات مختلف الأفكار، عشان يقعدوا ويحصل في توافق بهذا الشكل. أنا شايف ده بداية في مسيرة الإصلاح السياسي في مصر، ده رقم واحد. ده رقم اتنين، ده تفعيل مادة 5 من الدستور، بنقول لإخواننا الشباب والمرأة وأي حد يرغب العمل السياسي، أحزاب موجودة كثيرة متنوعة، أحزاب يسارية، أحزاب ليبرالية، أحزاب موجودة بكافة أشكالها وكافة توجهاتها وكافة أفكارها. فده يمكن بنقول ده إشارة يمكن لناس كثيرة جدا، الأحزاب هي المنصة لدخول البرلمان، الأحزاب هي المنصة لدخول المحليات، الأحزاب هي المنصة للمشاركة في أي عمل تشريعي سواء مجلس نواب أو مجلس شيوخ. وأنا يمكن بسمن على هذا الدور في هذه المرحلة تحديدا، أن احنا بنفعل مادة 5 من الدستور.